السيد الدكتور زاهي حواس وزير آثار الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، السادة والسيدات الحضور، زملائي وزميلاتي الأعزاء، حقيقة في البداية أنا عايز أتوجه بالشكر والحب لصديقي العزيز الدكتور علي رضوان وصديقي العزيز الدكتور محمد الكحلاوي. أنا يمكن نتيجة صداقتي القوية بين الاثنين أقدر أقول لكم إن المجهود اللي أنا شايفه النهارده، أنا أول كنت جاي مع الدكتورة شافية الصبح لما شفت هذا المكان، يعني لم أتوقع إطلاقا إن الجهد الجبار اللي قاموا بيه ممكن يصل إلى مكان رائع بهذا الشكل لكي يضم الأثريين العرب. الدكتور الكحلاوي ثائر قوي دايما في الحق، وكان يمكن قبل بداية أي ندوة من الندوات بجد فيه إنه دؤوب بحب لنجاح هذا المؤتمر، وبالتالي أنا كنت بكل الحب بتمنى إن أنا أساعده. الدكتور علي رضوان هو يمكن كان الأمين على هذا المكان، بطريقته الودية كان بيقدر يعمل نجاحات كبيرة للمؤتمر. لكن أنا شخصيا يمكن ناس كتير جدا ما كانوش متصورين أن ممكن هذا المكان يبقى بهذا الجمال، لكن نتيجة لمعرفتي بالدكتور الكحلاوي والدكتور علي رضوان أقدر أقول أن ده فعلا نهاية النجاح الكويس. الحب الضغينة اللي موجودة جوه بعض الأثريين بتخلينا نرجع ورا، ما بنتقدمش، وللأسف احنا أغلبنا بيبقى ليه موقف سلبي، لكن الدكتور علي رضوان والدكتور الكحلاوي دايما لهم مواقف إيجابية. المواقف الإيجابية في إيه؟ مش إن بيشتموا حد، مش إن بيهزقوا حد، مش إن بيفتروا على حد، مواقف إيجابية بالعمل الجاد الدؤوب اللي في النهاية بنرى هذا الصرح العظيم اتحاد الأثريين العرب مبنى أنا لا أعتقد إن هيبقى ليه مثيل في أي مكان شفته. نتيجة لإيه؟ إن أنا لا أتصور إن إحنا كأثريين دايما ما بنعملش حاجة، بنشتم بعض بس، لكن أنا أشوف عمل عظيم بهذا الشكل هيضمنا كلنا، هنيجي هذا المكان نقعد نسمع ندوة محاضرة نلتقي. فأنا يعني عايز أقول لكم إن أنا أوجه تحية لصديقي الدكتور علي رضوان والدكتور محمد الكحلاوي، ويمكن الدكتور الكحلاوي ما خدش حقه حتى الآن في الجهد بتاعه. الدكتور علي رضوان دايما بيقود، لكن الدكتور الكحلاوي دايما بيجري ويكافح ويقاتل. يعني الاتصالات قلت ان اتحاد الاثريين العرب مش هيجي له لعنه الفراعنه، لكن واضح ان لعنه الفراعنه ورانا. اولا احيي صديقي الدكتور ممدوح ضماتي لوجوده معانا النهارده، وانا عايز اقول لكم حاجه من قلبي، ان الفتره او الثلاث سنين اللي فاتوا دول كانوا ثلاث سنوات يعني صعب علينا كلنا، واحنا بنشوف الاثار بيتم التعديات عليها في كل مكان، بنشوف الاثار وبيبنوا مقابر على الطريق الصاعد لهرم الملك جد كراع السيسي، من حفاري الخلسه اللي بتتم في كل مكان. وبقول لكم احنا خسرنا في الثلاث سنين اللي فاتوا دي 30% من اثارنا. اثارنا اتهربت كلها للخارج، وللاسف الشديد الناس اللي كانت موجودة على الكرسي كلمة الوزير بهرتهم،
ولم يفعلوا شيء لا للأثار ولا للأثريين. عشان كده أنا بتمنى إن النهاردة كلنا نقف وقفة جادة ونساند الدكتور الدماطي لكي ينجح. وأنا أعتقد إن الدكتور علي رضوان والدكتور محمد الكحلاوي من خلال بيت الخبرة والكلام اللي قاله الدكتور الدماطي ممكن إن احنا نتحد إزاي نزيل التعديات دي. عملية في منتهى السهولة إن احنا لو تكتفنا مع الدكتور الدماطي كل التعديات اللي أنا بشوفها دمرت آثار مصر. يعني لو رحتوا منطقة دهشور وشفتوا المقابر العشوائية اللي مبنية هتبكوا. لو رحتوا أسوان وكنت شفتوا أهالي أسوان حفروا مقبرة وخدوا المفتاح ودخلوا الواحد بعشرة جنيه. يعني الحقيقة الانفلات الأمني في السنوات السابقة دمرت جزء كبير من الآثار، وواجب علينا كلنا أن احنا نتكاتف. وأنا بعتقد أن اتحاد الأثريين العرب هو الوحيد دلوقتي اللي ممكن يمد إيده لإيد الدكتور الدماطي، وأعتقد أن لابد في الأسبوع القادم يتم عقد اجتماع في المجلس على الآثار بين الدكتور الدماطي والدكتور علي رضوان والدكتور الكحلاوي لوضع خطة لكي يشترك فيها كل الأثريين في سبيل أن احنا ننقذ آثار مصر. وأنا الحقيقة مش عايز أطول عليكم في الكلام، لكن بقول إن احنا الفترة القادمة فترة يجب كلنا نتكاتف فيها ونرجع الحب اللي كان موجود زمان. وأنا الأمنية الوحيدة اللي كنت بتمناها إن يبقى فيه اتحاد بهذا الشكل. ويمكن أمنية بسيطة تانية إن أنا قلت عشان أعمل حب بين الأثريين عملت عيد اسمه عيد الأثريين، لكن للأسف الشديد العدة معرفش يعني نتيجة للحقد اللي موجود جوه بعض القلوب ما عملوش هذا العيد. لكن أنا أتمنى في 14 يناير إن الدكتور ممدوح الدماطي والدكتور علي رضوان والدكتور كحلاوي يحتفلوا بعيد الأثريين للمصريين، ونرجع تاني العيد ده بيخلينا كلنا نشوف بعض ونحب بعض. فأنا بعتقد إن هذا المبنى وهذا المكان واتحاد الأثريين العرب واللي تم بيعيد الحب والبهجة لنا كأثريين. وفي النهاية عايز أوجه تحية لصديقي الفنان أحمد ماهر إنه جالنا النهاردة وشرفنا وأمتعنا بصوته الجميل، وكل سنة وأنتم طيبين.